مجتنبا الأقوال الباطلة والدنسة، مستعدا لكل عمل صالح، يهرب من الشهوات الشبابية، يتبع البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي، مؤدبا بالوداع المقاومين عسى أن يعطيهم الله توبة لمعرفة الحق. يعلم أن جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. ثابت على ما تعلم وأيقن، يعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمه للخلاص بالإيمان بيسوع المسيح.